السلام عليكم. حلقة اليوم باش نخصوها الحظوظ تأهل المنتخب التونسي إلى الدورة الثاني بعد مباراة المنتخب المصري اليوم أمام المنتخب الغاني، المقابلة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين، لأن حظوظ المنتخب للتأهل للدورة الثاني تطلع وتهبط كل بورصة من مقابلة المقابلة في كل مجموعة من كأس إفريقيا وأي مقابلة تتلعب إلا وتأثر علينا بالإيجاب أو بالسلب. ولهنا بطبيعة نحكي التأهل للدور الثاني كأفضل ثالث، لأنه لو كان أمورنا جات واضحة والله ما نحكيها المواضيع هذه. راني نحكي يندرا قادرين نتأهلوا في المرتبة الأولى، قادرين نتأهلوا في المرتبة الثانية، شكون اللي المنتخبات اللي باش نواجهوها لو كان نتأهلوا في المرتبة الأولى، شكون المنتخب اللي باش نواجهوه لو كان نتأهلوا في المرتبة الثانية. لكن بما أنه أمورنا حاليا تعيسة ولينا نحكيو على أفضل ثالث، أو ولينا نحكيو على حظوظ المنتخب للتأهل للدورة الثانية كأفضل ثالث. قبيلة بعد مباراة غينيا الاستوائية وغينيا بيساو حكينا على المجموعة الأولى بعد الجولة الثانية، وقلنا المجموعة هذه بالذات يلزمنا أن ننساوها تحصلوا على أفضل ثالث للتأهل للدور الثاني. لذا حاليا مازال أمام المنتخب التونسي ثلاثة أوراق، من اللي كانت أربعة أصبحت ثلاثة أوراق. إن شاء الله المنتخب التونسي يتحصل على ورقة من ثلاثة أوراق المتبقين للتأهل للدور الثاني كأفضل ثالث. شخصيا نتمنى تأهل المنتخب المصري، المنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، وبطبيعة المنتخب التونسي للدور الثاني. بالنسبة للمنتخب موريتانيا صعيب برشا لو كان يتأهل للدور الثاني. علاش؟ لأنه الكأس إفريقيا من دون المنتخبات العربية برجولية ماست، تحسوا مش متاعنا. شفنا احنا مونديال العرب قديش شيخين عليه وكلهم عرب، لكن تصور انت كأس إفريقيا حاليا باش تتفرج فيه من دون منتخبات عربية ماست. صحيح راهو ثم مثال من البلدان الأخرى يحبوا يتأهل المنتخب التونسي، وثم اللي ما يحبوهش يتأهل المنتخب التونسي، يعني ثم اللي معاه ويحبوا المنتخب وثم اللي يكرهوا المنتخب التونسي، يقول لك احنا ما نتأهلوش حتى هما ما يتأهلوش. ريت حتى اللي يفكروا بالطريقة هذه يساعدهم المنتخب التونسي يتأهل للدور الثاني حتى لو كان يكون يكره. علاش؟ لأنه ثم ديما الشارم ثم جو يقعد يستنى هل يكره المنتخب التونسي باش يلعب الدورة الثاني وينهزم باش يشيخ عليه. نفس الشيء فيما يخص المنتخب أو الجماهير التونسية اللي يكره خاصة المنتخب الجزائري، من مصلحتهم أنه المنتخب الجزائري تأهل للدور الثاني. تشيخ عليه أنت توا لو كان يتعادل، وإن شاء الله ينتصر في الجولة القادمة، لو كان يتعادل باش تزيد أنت تشيخ عليه ويتأهل للدور الثاني، عندك فرصة أخرى باش تشيخ عليه. يعني اللي يحب المنتخبات العربية من الشعوب الأخرى يتأهل للدور الثاني، الشارم والقوة باش يقعد للأخ، واللي يكره المنتخبات العربية من الشعوب الأخرى القارم الشارم والجو يلزم المنتخبات هذه تتأهل للدور الثاني باش تعبر حالها، ولا كيف كيف باش تشيخ عليها. إن أما أنهم الكلهم يخرجوا من الدور الأول صراحة ما عادش يتسمى كأس إفريقيا، والمتعة متاعه باش توفى مع خروج المنتخبات العربية. لو كان نجي ونشوفوا مع بعضنا المجموعة الأولى تو نفهموا علاش قلنا ننساوها. هو لو كان جات المواجهة بيننا وبينهم ثم كان مجموعتين وثم ورقة وحيدة للتأهل للدور الثاني كأفضل ثالث، صعيب علينا برشخ، فما بالك ثم ستة مجموعات. لأنه لو كان نجي ونشوفوا المجموعة الأولى شنلقاو؟ نلقاو غينيا الاستوائية في المرتبة الأولى بأربع نقاط، المنتخب النيجيري بعد ما فاز على منتخب الكوديفوار أصبح في رصيده أربع نقاط، الكوديفوار ثلاثة نقاط، وغينيا بيساو صفر من النقاط. الجولة القادمة غينيا الاستوائية باش تواجه الكوديفوار، نقول الكوديفوار تنتصر يصبح في رصيدها ستة نقاط، غينيا الاستوائية أربع نقاط مع هدف بين الأهداف المدفوعة والمقبولة بنسبة كبيرة. المنتخب النيجيري يفوز على منتخب غينيا بيساو يصبح في رصيده ستة نقاط. لذا نلقاو منتخب غينيا الاستوائية لو كان ينهزم أمام الكوديفوار في رصيده كما قلنا أربع نقاط مع هدف حوافز بين الأهداف المدفوعة والمقبولة. ولهنا المنتخب التونسي باش يتأهل على المجموعة هذه أقل القليل يزمو يتعادل أمام المنتخب المالي ويفوز على منتخب الجنوب إفريقيا 3-0 4-0 باش يضمن التأهل للدور الثاني كأفضل ثالث. لتوقع قداش صعيبة نتعادلوا أمام مالي وننتصروا أقل قليل 3-0 على منتخب جنوب إفريقيا، وهذا علاش قلنا ننساو المجموعة الأولى. نجيو حاليا للمجموعة الثانية بعد ما تعادل المنتخب المصري كما قلنا أمام منتخب غانا هدفين لهدفين. على حسب ما شاهدت مباراة مصر والمستوى اللي ظهروا
به أمام غانا وكيف كيف مستوى غانا أمام المنتخب المصري الجولة المقبلة. لا غانا باش تفتق الموزمبيق من بعضها لأنه مفاجأة انهزمت أمام الرأس الأخضر، وكيف كيف المنتخب المصري صعيب برشا حتى لو كان يتعادل أمام منتخب الرأس الأخضر أكيد باش ينتصر عليه. وهكا نلقاو المنتخب المصري ممكن لو يفوز على منتخب الرأس الأخضر باش يصبح في رصيده 5 نقاط، المنتخب الغاني ينتصر على منتخب الموزمبيق يصبح في رصيده 4 نقاط. شنو قعد المقابلة المهمة هي مباراة غدوة الرأس الأخضر أمام منتخب الموزمبيق. لو كانت عادل قريبا ما تغير شيء، باش يصبح في رصيد الرأس الأخضر 4 نقاط ومنتخب الموزمبيق 2 نقاط. وكيف ما قلنا ينهزموا الزوز في الجولة الثالثة، يعني لهنا الثالث باش يصبح في رصيده كيف ما قلنا 4 نقاط هو والمنتخب الغاني لو ينتصر في الجولة المقبلة ضد منتخب الموزمبيق. لو كان المنتخب الرأس الأخضر انتصر في رصيده 6 نقاط والمنتخب الموزمبيق يقعد 1 نقطة وزيد ينهزم أمام غانا في رصيد غانا يصبح 4 نقاط. باختصار الجولة أو المجموعة الأولى باش تنتهي بحول الله 3 مقابلات والثالث باش يكون في رصيده 4 نقاط، المجموعة الثانية كيف كيف ومهما كان ومهما صار باش تنتهي والثالث باش يكون في رصيده 4 نقاط. وهكا باش تزيد تصعب المأمورية أكثر على المنتخب التونسي. علاش؟ لأنه وقت اللي حكينا على المجموعة الأولى قلنا ورقة تأهل للدور الثاني كأفضل ثالث وخسرناها، قعدوا 3. كيف كيف المجموعة الثانية ورقة وباش نخسروها للتأهل للدورة الثاني قعدوا 2 أوراق. علاش نحكي على ورقة ورقتين وزوز وثلاثة أوراق واربع أوراق؟ وسمير السليمي كيف قالك المرة مازلت مستحفظ بالأوراق متاعي، على خاطر نحكيه لو المنتخب التونسي مثلا ينهزم أمام منتخب المالي وينتصر على منتخب جنوب أفريقيا ويصبح في رصيده 3 نقاط. 3 نقاط ما ننساوش راهم أهلونا في كان الكاميرون 2022 للدورة الثانية. لكن إلى حد الآن وعلى حسب نتائج المجموعة الأولى والمجموعة الثانية 3 نقاط لو ننتصر على منتخب جنوب أفريقيا راهم ما همش إلى حد الآن باش يأهلونا للدورة الثانية. لذا أقل القليل أقل القليل المنتخب يلزم ويتعادل أمام المنتخب المالي وينتصر أقل القليل 2-3-0 أقل القليل 3-0 باش يضمن التأهل للدورة الثانية كأفضل ثالث. في الحلقة البياري متبقى كم باش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي أمام المنتخب المالي. وعلى حسب ما نعرفه منتخبنا على حسب ما نعرفه الجولة القادمة والمقابلة القادمة ضد مالي بحول الله باش ننتصر، مش على الخطر عدنا منتخب خشينيس، لكن عدنا منتخب يلزم الزلات، هذا هو المنتخب متاعنا. وقت اللي ينتصر في مقابلة حتى ضد حومة يراو في رواحهم يقدرين يربحوا البرازيل على خاطر ربحوا حومة. وقت اللي يهزموا ويأكلوا العصامة عند الجماهير التونسية المقابلة اللي بعدها ومهما كان المنتخب اللي بش يلعبوله راهم يكملوا المقابلة بنتيجة إيجابية. هذا كما قلنا اللي نعرفوه على المنتخب التونسي، إن شاء الله نكملوا هك على خاطر الملعبية الكلاو العصا للي قالوا يزي. لذا بحول الله الانتصار أمام المنتخب المالي. وفي ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى كبش يقولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام.